بعد كده ضحكوا على عصام شرف لما مسك حكومة ما بعد الثورة المهجنة إخوانيا ديت. حصل إيه؟ قالوا له ده بثلاثة ونص مليار. فالراجل يعني قال ده أنا جاي الاستثمارات وبعد الثورة وبيضحكوا علينا. وبعدها قدموه لكمال الجنزور. رحت قدمت له الملف وقلت له مين اللي وراه عشان يخاف ويعمل حسابه إن هو بيلعب ضد الثورة. جه بعد كده قدموه للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزارة بأربعة ونص مليار. النهارده بيشتغلوا في خمسة وشوية مليار وبيضحكوا على رؤساء الحكومات اللي مش عارفين حاجة أصلاً أو شركاء الله أعلم. مين اللي ورا الموضوع ده بقى؟ أحمد محمد حسنين هيكل أول واحد عشان تعرفوا. اللي ورا الشركة. الشركة دي هي القلعة. والقلعة دي جزء منها هرمس. وهرمس دي بتاع جمال مبارك وعلاء مبارك. يبقى آل مبارك مع آل هيكل مع آل العربي نبيل العربي ابنه هو اسمه مروان نبيل العربي. يعني عشان تشوفوا أسماء أخرى ولهم جبهة أخرى. والشركة دي بقى تعمل إيه؟ بتاخد أربع شركات بتدمر أربع شركات عامة. وعايزين نلحق وإحنا رافعين قضية وفي حكم يوم 22 فبراير وإيديا للشهر الجاي هنردها إن شاء الله. أيوة فندم كل ده متابعه وأنا شريك فيه. بس انا عايز اقول لكم الشركه دي 22 فبراير هيصدر حكم محكمه شبرا الخيمه والاستاذ محمد عبد الوهاب المحامي متبني رفع الدعوه جديده قدام مجلس الدوله لابطال العقود الحقيره اللي موجوده في هذه الشركه. استولوا على اربع شركات: القاهره لتكرير البترول، القاهره لتكرير البترول، انابيب البترول، الجمعيه التعاونيه للبترول، والشركه الرابعه مصر للبترول. بيسرقوا اراضيها بعقود يعني غاية في الفساد. هو بقى الشركة دي واخدة حق انتفاع لمدة 25 سنة تستولي على هذه الشركات. وزير البترول السابق اسمه ايه فهمي ده كويس؟ سامح فهمي هو اللي كان بيسهل الموضوع ده. صاروا مين رئيس الشركة اللي هي المصرية لتكرير المازوت بتاعت الآلات اللي انا قلتها؟ واخدينه رئيس الشركة الجمعية التعاونية للبترول سابقا. وبدأوا يخربوا ويهدوا واستبدلوها بمليارات. وكل ده على فكرة فلوس بنوك. أنا استطعت بحمد الله أن أوقف تمويل هذه الشركة نتيجة الرفض الشعبي اللي احنا عملناه ضد محافظ الألواس السابق الفاسد وسوزان مبارك. كل دول كانوا في الموضوع ده.